أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع العاشر. في هذا الفيديو سنناقش أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. سورة الحشر. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تتلو الآيات تلاوة صحيحة، أن تبين معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات، أن تفسر الآيات الكريمة تفسيراً سليماً، أن تمثل التوجيهات الواردة في الآيات الكريمة، أن تحفظ الآيات الكريمة غيباً. موضوعات الآيات: تقوى الله والعمل ليوم الحساب، عظمة القرآن الكريم، تعظيم أسماء الله وصفاته. في تقوى الله سنناقش كيف يكون تقوى الله في شؤون حياتنا كلها، وذلك التزام أوامره، اجتناب نواهيه، مراقبته في السر والعلن، والبعد عن كل ما يغضب الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. عظمة القرآن الكريم. هنا عزيزي الطالب بيّنت الآيات الكريمة عظمة القرآن الكريم، وضرب الله لذلك مثلاً: لو أنزل القرآن على جبل لشهد هذا الجبل متذللاً متشققاً من خشية الله. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وهذا توجيه للمؤمنين للتدبر والخشوع عند تلاوة القرآن وسماعه. أيضاً تعظيم أسماء الله وصفاته. هنا يجب على المؤمن أن يؤمن إيماناً جازماً بأن لله تعالى أسماء حسنى تدل على أكمل الصفات وأعظمها، ومن الواجب على المسلم تدبر معانيها ودعوة الله تعالى بها وأن تظهر آثارها في سلوكه. فإذا علم أن أسماء الله تعالى السلام انعكس على هذا الاسم أخلاقه وعلاقته بالآخرين. القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ. سنتعرف إلى معنى كل واحدة منها وكيف ستؤثر على حياتنا إذا نحن آمنا بأسماء. الدرس الثاني وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سنتعرف إلى مفهوم الأمر بالمعروف وحكمه وأهميته، خطورة تركه وضوابطه، والحرص أن نحرص في نهاية المطاف على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي الخارطة المفاهيمية التي ستبين لنا كيف سيجري وكيف سنعرض هذا الدرس. مفهومه وحكمه: أهمية نيل السعادة، تحقيق الخير في الأمة، استقرار المجتمع وخطورة تركه، انتفاء صفة الخير عن المجتمع، انتشار الفساد، انعدام المروءة، ضوابط وآدابه تكون بالتحلي بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، العمل بما يأمر الناس به والعلم بما يؤمر به وينهى عنه، والصبر على الناس والرفق بهم. مفهوم الأمر بالمعروف هو دعوة الناس إلى كل خير وفضيلة ونهيهم عن كل شر ورذيلة، وذلك الدعوة إلى إقامة الصلاة، الصوم، الإصلاح بين الناس، النهي عن شرب الخمر، تعاطي المخدرات، تعمد الإفطار في نهار رمضان دون عذر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، أنت لست لك فيه خيار. ثانياً، أهمية الأمر بالمعروف نيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيضا تحقق خيرية الأمة الإسلامية وكمالها وتميزها عن باقي الأمم. عزيزي الطالب، هذا هو ما سنتناوله خلال هذا الأسبوع العاشر. أتمنى عزيزي الطالب أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم، ولكم مني نصيحة في نهاية المطاف: عليكم أن تدرسوا دروس التربية الإسلامية لا لكسب علامة فقط ولا لرفع المعدل، ولكن لأن نهذب أنفسنا ونرقى بها كما يريدها الله ويريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.